ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهارده عامل لكم ريفيو عن اللي هو الليب بالم الكوري، طبعا نازل منه جديد في الوفيرا. طبعا اول منتج نزل هو الالوفيرا ده، بعد كده نزل منه اورنج وخوخ وبطيخ وعسل وافوكادو، نزل منه كمية مهولة. في ناس كلمتني عايزة تعرف ايه الفرق بينهم، ايه فرق الالوان والدرجات بتاعتهم. انا النهاردة هعمل لكم ريفيو عن الدرجتين دول، وان شاء الله يومين كمان هعمل لكم عن البطيخ والخوخ والعسل ان شاء الله. انا دول جبتهم زي ما قلت لكم، هي ده كوري، ده الاصلي. بصوا تناكو، دي الماركة بتاعته، بتبقى تناكو، وبيختلف في الروايح، وهنشوف برضو يختلف في الدرجات ولا لا. مبدئيا كده عايزة اوريكم حاجة. بصوا انا حطاه في ايدي ليه 14 ساعة، اهو لونه ثابت اللي هو الالوفيرا ده. فانا هقول لكم تجربتي معاه بكل صراحة، وهقول لكم كمان ايه يعني الاختلاف، لان يعني في ناس كتير عايزة تعرف الدرجات مختلفة ولا لا. فانا يعني هحاول النهاردة هقارن لكم بين دول، والمرة الجاية هقارن لكم بين كذا حاجة تانية. مبدئيا ده هو اسمه 99%، اللي هو فيه 99% الوفيرا. طبعا ده حلو جدا 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 في الترطيب، الترطيب بتاعه عالي جدا، واحنا داخلين على الشتاء طبعا، وعارفين تشققات الشفايف بتبقى حاجة صعبة. ده حلو جدا جدا، وميزته كمان ان احنا بنستخدمه كتنت، يعني ممكن تعملي بيه خدودك وكده. بصوا هو يعني انا استخدمته كذا مرة ولسه موجود فيه كمية. ريحته يا جماعة مش ألوفيرا، مش مزعجة، يعني الريحة بتاعته مش مزعجة اللي هو الصبار، لا ريحة حلوة. وده ريحته أورنج اهو، ريحته حسيتها تقيلة شوية، بس يعني مش ما تضايقش حد. تمام، ده الفرق بين الروايح. ده ريحته ريحة حلوة، انا مش عارفة ريحة ايه بصراحة، هو مفروض ألوفيرا بس لا ريحة حلوة. وده ريحته أورنج، هو تقيلة شوية بس مش مزعجة. هنشوف مع بعض الدرجات بتاعتهم عاملة ازاي. بصوا هي تمشية بسيطة، وبعد كده اللون بيظهر، يعني بصوا يعني انا يا دوبك قفلت ورجعت قفلت الليب بالم نفسه، لقيت اللون بصوا هي خطوة، يعني انا مش هفضل اروح واجي، لا هي حركة بسيطة بتديك اللون. يبقى هنشوف كده الالوفيرا بيديك لون بينك حلو جدا هادي، واللون الاورنج بيديك لون بينك برضو بس مدي على اورنج كده. شايفين الفرق؟ دول الدرجتين بتوعه. انا حبيتهم جدا 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 بصراحة، وهجيب منهم كل الالوان، يعني انا دول عجبوني فانا هجيبهم وهجيب منهم واشيلهم للجهاز. دول انا استخدمتهم خلاص، فهشيل منهم للجهاز، ولما اجيب لكم في الفيديو اللي جاي اجيب البطيخ والحاجات التانية لو عجبوني وروائحهم وكده هجيب منهم برضو للجهاز، بس دول خلاص انا اعتمدتهم هجيبهم في الجهاز. بصوا بيدوا لمعة حلوة جدا جدا، ثابتين بطريقة غريبة، يعني بصوا لسه موجود، يعني زي ما وريتكم في ايدي ليه 14 ساعة ولا حاجة ولسه موجود. الناس اللي عايزة تشوف اختلاف الدرجات، ده الالوفيرا وده الاورنج اهو. بصراحة حبيته جدا، والترطيب بتاعهم عالي جدا، بالذات يعني اكتر حاجة الالوفيرا ده، انه 99% الالوفيرا بجد رائع رائع، يعني بيعالج التشققات والجفاف بتاع الشفايف، يعني كأنك عاملة سكراب حلو جدا. كمان جربته كتنت ملوش حل بصراحة. اسعارهم يا جماعة في ناس بتبيع ده ب99 جنيه، يعني ب100 جنيه، فده حرام جدا، يعني هو اصلا جملته 25 جنيه، وفي ناس بتبيعه ب20 جنيه جملة، فلا يعني حرام جدا الاسعار اللي انا بسمعها دي. هو بيتراوح يعني اشتريه لحد 45 جنيه، اكتر من 45 جنيه كده يبقى حرام، ودي سرقة علني. فانا كده حبيت اقول لكم يعني تجربتي معاهم، وان حبيتهم جدا جدا، روايحهم حلوة جدا، درجاتهم مختلفة اهو زي ما انتم شايفين، فيها لمعة بسيطة بيدي كمعالج يعني، وكريحة وكشكل وكل حاجة، بجد حبيتهم جدا جدا جدا. واتمنى انكم تجربوهم، وهعمل لكم ريفيو عن الروائح التانية، واقول لكم هي حلوة بجد ولا لا. وتأكدوا يا جماعة انكم بتجيبوا الاصلي مش التقليد.
هتوحشوني جدا جدا، واستنوني في ريفيو جديد. باي باي.